برحب بحضراتكم من جديد ونبدأ مع أخبار الأهلي. الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رجع خلاص إنه يواصل تدريباته النهاردة على ملعب التاتش استعدادا لمواجهة إنبي يوم الحد اللي جاي في الدوري على استاد القاهرة في الجولة طبعا المؤجلة من الأسبوع الـ15 بمسابقة الدوري. فايلر كنا عارفين إن هو منح اللاعبين امبارح راحة سلبية من التدريبات في إطار طبعا الجدول الموضوع للاعبين استعدادا لعودة الدوري. طبعا احنا عارفين إن الأهلي المفروض يختتم تدريباته مساء السبت، وفايلر هيعلن عن قائمة اللاعبين اللي هتتواجد في معسكر مغلق بأحد الفنادق الكبرى طبعا استعدادا لمواجهة إنبي. ده يخلينا نروح لسؤالنا المستمر مع حضراتكم لغاية قبل مباراة إنبي إن شاء الله. وكنت قلت لحضراتكم امبارح انه في اتفاق تقريبا غير معلن بين جمهور النادي الاهلي في استقرار على ده امبارح على 6 مراكز يخوض بيها الاهلي مواجهه انبي: شناوي حراسه مرمى، علولو او علي مع كابتن علي معلول، وايمن اشرف، ومتولي، وهاني ورا، وفي النص السوليه وديانج. دول المراكز اللي اتحسمت. كنت قلت لحضراتكم ان في حيره شويه بين الاربعه اللي قدام، واعتقد انه اجاي حسم تواجده بشكل كبير جدا. في منافسه بين الشيخ ووليد سليمان، وفي منافسه بين جيرالدو ومروان محسن على المركزين الباقيين، وقفشه الحقيقه كابتن مجدي قفشه دخل في الصوره بشكل كبير. الموضوع موجود والتصويت على صفحتنا على فيسبوك وعلى تويتر، وحضراتكم ممكن تشاركوا لغايه ان شاء الله يوم السبت او يوم الاحد قبل مباراه الاهلي ان شاء الله. نروح لمحمد شريف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمعار لصفوف إنبي لنهاية الموسم الحالي عن مباراة الفريقين. قال إن هو مش هيغيب عن مباراة الفريقين لأنه في بند في عقد إعارة اللاعب لصفوف إنبي بيمنع مشاركة اللاعب لو الفريقين هيتقابلوا مع بعض. محمد شريف مستني قرار طبعا الجهاز الفني للأهلي بعودته لصفوف الفريق نهاية الموسم الحالي بعد إنهاء أو انتهاء إعارته. كمان كان مدرب إنبي أحمد قال إنه أحمد علي هيكون بديل محمد شريف، حدد البديل. أحمد علي عمل موسم كويس وفي الماتشات الودية كان ظهر بشكل كويس. محمد شريف الحقيقة من المواهب الواعدة وهو من هدافين الدوري وعامل سيزون كويس جدا مع إنبي، وده اللي خلى الأهلي يفكر في عودته من الإعارة مرة تانية. والحقيقة يمكن عشان الأهلي دايما فريق بطولات، دي رسالة للشباب الصغير، رسالة للولاد اللي للأسف الشديد يعني بعد ما بيقضوا في الأهلي سنين بيكتشفوا إن هم ملهمش مكان في الفريق الأول، فالأهلي بيطلعهم إعارة أو حتى ممكن يكون في عقد بيع لفريق تاني. ده مش نهاية المطاف، بتبقى فرصة ليك إنك أنت تطور من أدائك وتطور من مستواك، وأكيد الخامة كويسة ما دمت كنت في يوم من الأيام بتلبس تيشيرت النادي الأهلي. شفنا محمد شريف الحقيقة قدم سيزون كويس جدا، وإن شاء الله راجع الأهلي ويتألق ويضيف للفريق، يكون إضافة للفريق. عندنا ناس كتيرة جدا الحقيقة، عندنا ولد أنا بشوفه الحقيقة ممكن يكون مستقبل الكرة في مصر، أحمد حمدي اللي بيلعب في الجونة، أحمد ياسر ريان. الحقيقة الاثنين دول تحديدا في رهان كبير جدا، انا اعتقد ان الولاد دول لو ركزوا هيكونوا اضافه كبيره جدا للاهلي ومنتخب مصر ان شاء الله. بمناسبه المباراه بتاعت يوم الاحد ان شاء الله، الجهاز الطبي للاهلي قال انه كابتن حمدي فتحي لاعب الفريق جاهز للمشاركه في مباراه إنبي، واوضح انه اللاعب تعافى تماما الحمد لله، الف حمد لله على السلامه، من فيروس كورونا اللي اصيب بيه من فتره، واصبح جاهز للمشاركه في المباريات بعد ما انتظم في تدريبات الفريق خلال الايام الأخيرة. دكتور خالد محمود قال إنه قرار مشاركة اللاعب في المباراة متعلق بقرار من الجهاز الفني طبعا بقيادة السويسري فايلر.